دايما لما بنتكلم عن المقاطعه بنقول ان في حاجات ما نقدرش نقاطعها زي السوشيال ميديا مثلا، ونقول ان هو ده المجتمع اللي بيعمل جدل على الساحه، مواقع التواصل الاجتماعي لا غنى عنها، وهم لاويين دراع العالم كله بيها، فيقدروا يحجبوا حاجات هم مش عايزينها تظهر، يبداوا يعملوا خوارزميات تلقط كلمه معينه الوان معينه تقوم تمنع الفيديو. ما الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، طب ما تيجي ندعم حاجه يمكن نقدر. هو يعني مارك كان عمل ايه؟ الموضوع بس محتاج اقبال علشان تشجع المجتمع ده انه ينمو، حتى لو كوسط مناقشات موحده ممنوع علينا نتناقش فيها براها. كبرت وانتشرت يبقى احنا نجحنا وعملنا السوشيال ميديا بتاعتنا وهم اللي هيجوا لنا لغايه عندنا. يا عم بقول لك جرب يمكن تتطور بعدين. وخلينا نبدا باول ترشيح ممكن نجرب فيه، منصه التواصل الاجتماعي وايز لوك، معموله لهذه الاسباب تحديدا، والتعامل معاه سهل جدا. ببساطه هتدخل على اللينك اللي موجود في البايو، هتلاقي الابلكيشن موجود على بلاي ستور وعلى ابل ستور، تختار النظام بتاعك وتعمل اكونت بتاعك وتدخل تتفرج، هتلاقي حاجات من بتاعتنا لسه بيبداوا فيها لكن خلينا احنا نبقى البدايه. وكتشجيع من اصحاب المنصه العرب عاملين زي مسابقه، تابع الرسائل اللي هتجيلك كل فتره وجاوب عليها وتدخل سحب تكسب الجوائز دي. ولا حتى يا عم ما كسبتش، اديك شاركت في انشاء مجتمع نظيف من صنع ايدك. واكيد الفكره لو نجحت هتتطور اكتر من كده كتير. اللينك حاططهولك في البايو، ادخل اعمل اكاونت بتاعك وساهم في بناء مجتمع جديد نظيف.